راو كان ما كانش هناك انسجام ما بين المصباحي اظن ابرامي انه الحصل الحظ ان الحضري هو اللي نقد الموقف. حداوي عمل جميل الكرة عند الغريسي، الغريسي في الجهة اليمنى شنو غادي يعمل؟ تيحاول باش يخرج خريجة ديال الغريسي انما ضربات في احد اللاعبين وخفت القوة ديالها ومشات لعند جيمس بيري. جيمس بيري قطفة بعيدة، ما كاينش هناك دفاع متكتي ديال اللاعبين ديال زامبيا، بالعكس خالقين متاعب حتى للمهاجمين. النيبت حصل الكرة بكل هدوء، شنو غادي يعمل عند الحضريوي؟ الحضريوي قطفة بعيدة ديال الحضريوي في اتجاه الشاوش، سبقوا المدافع الكرة بالرأس لعند الداودي، إنما الداودي خذوا له الكرة استرجعها الحضريوي، خرجت له الكرة للشرط، الشرط اللي فايدة المنتخب ديال زامبيا. فإلا ضفنا التباطؤ ديال اللاعبين ديال زامبيا في خلال هذه المقابلة إضافة للعب ديالهم البطيء، تلاحظوا بأنه غضيع أوقات كثيرة خلال هذه المقابلة. تمريرة قصيرة بين اللاعبين، انتهت تمريرة طويلة عند من؟ عند النيبت بكل هدوء عند الحارس عزمي. عزمي النيبت مطبقين حراسة فردية على المهاجمين وملئين وسط الميدان. النيبت تمريرة طويلة ديال النيبت، إنما الغريسي سباق الكرة وخلاها بسهولة عند المدافع، تتمشي عند لاعبين ديال زامبيا. تمريرة في الجهة اليسرى، حجي صبح كظهير أيمن هو اللي نقد الموقف. حجي تسلم الكرة عند النيبت. لحد الآن أنا باقي ما عرفتش الدور اللي تيلعبو حجي في هذا المقابلة، بحيث أنه العطاء ديالو كمدافع عطاء ممتاز جدا، إضافة لكونه لاعب مهاجم. النيبات تدخل وخطأ ديال أحد لاعبين ديال زامبيا اللي ارتكب حق خطأ في حق النيبات. اللاعب ديال زامبيا غادي تلقى حتى الكرة بين يديه، ما حتى الحكم تيتفرج، ما غنناقشوش الإمكانيات ديال الحكم، حكم جيد ولكن لاعب يبقى واخذ الكرة. طاهر تمريرة جميلة لعند الحضريوي، الحضريوي شنو غادي يعمل؟ الحضريوي تخرجها ممتازة ديال الحضري، فرصة فرصة، هدف جميل ديال الغريسي، للغريسي يسجل، عملية جميلة وجميلة جدا، هدف جميل 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 ديال الغريسي، تيتسجل في الدقيقة الخامسة، عملية جميلة وجميلة. لاحظوا الطاهر كيفاش مر الكرة بالجهة اليسرى لعند الحضريوي، الحضريوي تيتوغل في الجهه اليسرى وتيمرر تمريره من اجمل ما يكون، من اجمل ما يكون، وضربه راسيه ايضا اجمل ديال اللاعب الكبار في الركن الايمن للمرمى ديال الحارس. هدف جميل ديال اللاعب الغريسي اللي غادي يشاهدوه مره اخرى. لاحظوا كيفاش مشى الحضريوي بعد التمريره ديال الطاهر، تمريره جميله وكيفاش تينزل عليها، هذا هو السمعت ديال الكره في الركن الايسر الايمن ديال المرمى، بحيث انه كما قلت هذا سماتش ديال الكره، ضرب الكره في الركن اللي بغى له تمشي، انما الكره المقابله عاد بدات. خصنا نحتاطوا، خصنا هدف اخر بحثنا على الهدف ديال التفوق، انما خصنا الهدف ديال الفوز. الغريسي مشى بالكره تمريره عند الشاوش، تمكن من الكره، شنو غادي يعمل المضايق من طرف جوج ديال اللاعبين؟ تمر لعند الحداوي تيرفع الكرة عند الداودي، دخلوا جوج ديال اللاعبين، مشات لعند الحداوي، خصهم يطئوا اللاعبين ديالنا الكرة، باقي ما المقابلة عاد انطلقات، وأصعب مرحلة هي هذه اللي فيها الآن، هي اللي فيها المنتخب الوطني المغربي منتصر بواحد لصفر، أصعب مرحلة. تمريرة جميلة، ما كاينش حتى شي واحد، كاين الغريسي كان في المقدمة، إنما الكرة مشات لعند الحارس جيمس فيري. طاهر رفع الكرة في اتجاه الغريسي، إنما دخل أحد المدافعين، كرة عند لاعبين ديال زامبيا، المقابلة عاد انطلقات، خصهم يحتاطوا من لاعبين ديال زامبيا. تمريرة الجهة اليسرى، تدخل جميل ديال أبرامي تمريرة جميلة أيضا عند الغريسي، إنما سبقوا المدافع، كمل الكرة، خصو يمشي لعند الحارس، ما خصوش يخليه يلعب الكرة على خاطرو، خصهم يضايقوهم. ديال زامبيا، تدخل ديال الحضريوي، الكرة في الشرط لا لفائدات المنتخب الوطني، لأنه الكرة لمست أحد اللاعبين ديال زامبيا. المصباحي مباصيلة،
التدخل ديال نيبت والحكم تيعلن على ضربة خطأ. ضربة خطأ لإفادة المنتخب الوطني. خص اللاعبين ديالنا حتى هما يعطلوا الوقت بالشكل اللي بغاو. حماس كبير هنا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. عزمي هو اللي غادي ينفذ ضربة خطا قدفة بعيدة ديال عزمي في اتجاه وسط الميدان. انما كاين هناك فقط لاعبين ديال زامبيا. شرود ديال اللاعبين، احد لاعبين ديال زامبيا غيتنفذ الشرود من طرف نيبت بليندا واللاعبين الاحتياطيين. يعني مرحلة صعيبة او فترة صعيبة جدا تنعيشوها جميع. الحداوي شاوش الحضريوي الطاهر مشى في الجهه اليسرى بل فضل مرار كره عاليه انما مشات عند اللاعبين ديال زامبيا. شاوش انما القطفه ديالو ضعيفه مشات عند الداودي مراوغه ديال الداودي وقطفه قويه ديال الداودي تتمشي الكره عند الحارس جيمس فيري. قطفه بعيده ديال جيمس. كرة في الشرط تنفذ بسرعة. كرة عالية خطيرة جدا عند الحارس بالفعل. سرعة عند الحضريوي أمامه اتساع فين يمكن له يمشي. بالفعل تيربح الوقت. الغريسي يطلب الكرة تميرة خاطئة. الحضريوي بصيلة. خطأ ديال الشاوش غادي يوقع الآن تغيير في صفوف المنتخب ديال زامبيا. غادي يخرج إيمانويل ماي مونياك وغادي يدخل موسوندا هو اللي دخل الآن رقم 14. خطأ غادي تقذف من طرف كالو شابواليا المدرب ديال المنتخب ديال زامبيا. تيطلب من اللاعبين كلهم باش يطلعوا. كالو شخص محتاطو من اللاعبين عندهم قامات طويله غتنفذ الكره عاليه خطيره مشات مرت محاديه انما الحكم ما عرفوش نعمل واش 55 او شرود. هاد الكره صعاب ديال كالوشا. المصباحي قدفة بعيدة ديال المصباحي في اتجاه ضربة رأسية ديال الشاوش لعند الداودي في اتجاه من اتجاه الغريسي دعم عند الكرة. شنو غادي يعمل مرة في اتجاه الطاهر ولكن ما تمكنش بالحصول حتى عندها مشات من في اتجاه الشاوش ولكن الشاوش ما تمكنش باش ياخذ الكرة. مراوغة جميلة في الجهة اليسرى هجوم مضاد لفائدة المنتخب ديال زامبيا. خصهم يحتاطوا احد اللاعبين بقى بوحدو في الوسط. هذا بصيلة لاعب خطير ولكن تدخل ديال الحضريوي هجوم مضاد الغريسي بوحدو في الجهه اليسرى. الحضريوي شنو غادي يعمل تيمرر ولكن تضرب الكره في احد اللاعبين وتتمشي للشرط. الحضريوي تباطع شي شويه. غيتنفذ الشرط من طرف الحضريوي في اتجاه من تدخل احد اللاعبين وتيبعد الكره للشرط. خصهم يهدؤوا حتى هما اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. الحضريوي في اتجاه الغريسي عند ابرامي ما عرفتش شنو بغى يعمل. بغى يمر الكره عند داودي ولكن مشات الكره عند الحارس جيمس فيري. ابرامي الحضريوي الحداوي تمريره عند الغريسي مشات عند المدافع الاوسط.
تيصبح هجوم مضاد، خص اللاعبين ديالنا ما يندفعوش جميع، خصهم يحتاطوا. كالوشا غير الاتجاه ولكن اللي مشات ما خرجش الكره، دائما عند زامبيين. هذا اللاعب مباصيلة من اخطر اللاعبين، انما الحداوي خد الكره وارتكب خطا مباصيلة، الحكم خلى الامتياز. مراوغه جميله ديال الحجي عند الداودي، داودي مراوغه جميله ولكن كانت قصيره وما مشاتش الكره عند حجي، انما مشات عند اللاعبين ديال زامبيا. كانوا شاب وليا، تلاحظوا كيفاش حاول يرفع الكره الابرامي، ما خرجتش الكره. النيبات اتجاه الشواش، انما اللي كان اسرع هو المدافع اللي اضطر يكمل الكره للحارس. الحارس يبعد الكره انما اعطاها للحداوي. الحداوي يرفع كره عاليه في اتجاه الشاوش، تصدر الكره في الداودي. قدفة جميله ديال الداودي، ولكن حارس عندهم، حارس جيمس فيري اللي ما يمكنش نستهنوا به، لانه الحارس اللي يقبض مثل هذه الكره خصو يكون حارس كبير وكبير جدا. رد فعل سريع ديال الحارس جيمس فيري، ولكن قطفه جميله ديال الداودي. خصنا هدف ديال الخلاص. كره دائريه، ضربة زاوية أخرى تنفذت الغريسي، مراوغة ديال الغريسي، تيحاول باش يخرج، ما خرج الكرة، دائما عند الغريسي، الغريسي اللي عند الحداوي، الحداوي عند الحضروي، كرة أرضية لكن ضربات في الغريسي ومشات خارج خط المرمى 5 متر و50. إلا كان بإمكان نشاهدوا الإعادة الأخ كريم. هذه القذفة بسرعة، هذه القذفة ديال الداودي. إلا كان بإمكان تسرعوا شي شوية لأنه الكرة تتلعب في وسط الميدان بسرعة. لاحظوا شوية وكانت مجنبة غير بواحد 50 سنتيمتر، ما كانش يشدها. الحداوي ترفع كرة في اتجاه الغريسي، ولكن الحارس بالمدافع هو الذي يرجع الكرة. عطاء جيد ديال المنتخب الوطني، وكما قلت بأنه تنتمنى على الله لأنه تسجل لنا هدف ثاني اللي هو الهدف ديال الخلاص، لأنه 1-0 باقى المقابلة صعيبة وباقي الكل على الأعصاب ديالو. الكرة في الوسط، تيدخل الشاوش من الخلف واسترجع الكرة الشاوش، إنها مشات لعند اللاعبين ديال زامبيا. تمريرة طويلة عند من؟ عند حجي، والتي بعد الكرة مشات الكرة للشرطي. إلا كان بإمكان كانت هناك ضربة زاوية، ما عرفتش الكرة واش تجاوزات أو كانت، إذا ما متوفر شيء. إلا متوفر شيء نتمنى على الله أنه تسجل لنا هدف اللي ما يخليناش نبحثوا على الكرة واش تجاوزات أو كانت قريبة من المرمى. على كل حال الآن الشرط نفذ، الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه الداودي. الداودي شنو غادي يعمل؟ تدخل في الجهة اليسرى، وضربة زاوية. ضربة زاوية لفائدة المنتخب الوطني المغربي، لأنه هذا المجهود الذي تبذل بذلوا اللاعبين مجهود كبير وكبير جدا، هما الأفضل الآن في الميدان، خصو يتوج بهدف باش يرتاحوا شي شوية، لأنه ما حدنا منتصرين بواحد الصفر، باقي المقابلة ما انتهت شيء، باقي المقابلة صعيبة، ولو تبقى غير دقيقة فالمقابلة دائما تتبقى صعيبة. إذا الحداوي هو اللي غادي يقدر في نفذ ضربة زاوية. كل اللاعبين ديال زامبيا أمام المنطقة ديال الجزاء، الحداوي كرة عالية في اتجاه الغريسي اللي غيتمكن من الكره. بالفعل تمكن من الكره الغريسي لعند من؟ لعند الحجي بالقدم، انما ضربات الكره في اللاعب ديال زامبيا ومشات للشرط. اذا الشرط لفائده المنتخب الوطني المغربي، خص يبقاو ضاغطين عليه، واخا غادي ياخذ من الجهد ديال اللاعبين، ولكن الجهد يمكن له يتحول الى راحه في الوقت اللي تاهل المنتخب الوطني المغربي. حجي الان تيمرر بكل هدوء عند النيبت عند حجي، حاول يراوغ ولكن ضربات الكره في احد اللاعبين وتتمشي للشرط. الشرط لفائده المنتخب الوطني المغربي، الكل هنايا الا بين الفيلة والاخرى تنظر للساعه في الوقت اللي كانت تبان لنا 45 دقيقه قليله، الان تتبان لنا الوقت اللي بقى صعيب باش يمر وباقي طويل. الطاهر تدخل احد اللاعبين وتخرج الكره للشرط، ما بقاوش يهمونا اللاعبين اللي تيخرجوا الكره للشرط ديال اللاعبين ديال زامبيا، بقدر ما تهمنا الكره تبقى دائما عند المنتخب الوطني المغربي، عند ابرامي هو اللي مشى يجيب الكره باش غادي ينفذ الشرط. اذا ربح حتى 15 ثانيه فغتكون مفيده. تمريره في اتجاه الغريسي لعند حجي لعند ابرامي تيرفع كره عاليه في اتجاه الداودي.
انما تدخل باصيله مشات الحضريوي، انما الحكم كان سبق وعلن على خطا، ما عرفتش واش خطا، اظن بانه خطا او شرود خطا لفائده المنتخب ديال زامبيا. تتقذف من طرف جيمس فيري اللي تيسبق الكره هو الطاهر بكل هدوء لعند الحداوي. الحداوي شنو غيعمل؟ غريسي تيطلب الكره، الحداوي لعند الشاوش، الشاوش الحداوي، الحداوي لغريسي، الغريسي عند الحداوي، الحداوي لعند حجي، حجي تميره جميله لعند الشاوش، الشاوش عند الحداوي، الحداوي تيرفع كره جميله ولكن مشات لعند الحارس. عمل جميل اللي تيقوم به الفريق الوطني المغربي وعرض شيق تنشاهدو خلال هذا الشوط الثاني، ولكن تنكرر بانه خصنا هدف لانه هذه العمليات كلها تتبقى دائما تتحوم حولها نوع من الخوف، لانه كيف ما كان الحال هذه الكره وخصنا نتخوفوا، لانه خصنا نكونوا متفائلين ولكن تخوف لان الكره طائشه يمكن لها تخلع. تيدخل الحداوي، الحداوي تيبعد الكره شاوش، انما مشات الكره عند الظهير الايسر هاريسون، كره في الجهه اليسرى خاص يتعزز الدفاع. الطاهر، الطاهر تدخل، نيبات تدخل جميل ديال نيبات، والطاهر ايضا ارتمع على الكره وقذفه خطيره بمجموعه من اللاعبين تجي اخيرا للمصباحي وتبعد الكره للزاويه. اصعب الكرات اللي يمكن تعرفهم هذه المقابله هما الكرات اللي غيجيو داخل منطقه الجزاء ديال المنتخب الوطني المغربي، لانه ماشي سهل بس تسجلات هذيك الاصابه بحيث انه كان وراها مجهود دام 50 دقيقه. هذا الشيء اللي اقتصرنا على المجهود ديال اللاعبين بدون ما نذكروا المجهود ديال الجمهور اللي تبدل، اللي تبدل منذ انطلاق المقابله. كره دائريه، ضربه راسيه ديال من اخيرا تمشي الطاهر الكره ما تمكنش، كره عاليه بعيده خرجت، خرجت خرجت الكره، خرجت الكره. اذا 5 متر و50 لفائده المنتخب الوطني المغربي. ضربة مرمى طلع احد اللاعبين، تتمشي لعند الداودي، الطاهر، الطاهر بكل هدوء لعند الحداوي، الحداوي شنو غادي يعمل؟ الحداوي لعند من؟ عند حجي، مرات الكرة لا ما مراتش لعند الداودي. كنت تيبان لي من الموقع اللي موجود فيه انا بان الكرة مرات ولكن هي مشات عند الغريسي، ما كاينش الشروط. الغريسي شنو غادي يعمل؟ الغريسي تميرة جميلة عند الداودي، الداودي ضربة راسية، ضربة راسية اللي بعيدة عليه وغتجي على الرجل اليمنى، لو انه كان في الجهه اليسرى كان يكون كلام اخر. طاهر بالاسف النيبت، هذا تدخل جميل ديال النيبت والكره تتمشي مره اخرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. نفذ خطأ تميرة طويلة إنما مباشرة عند الحارس جيمس فيري، قذفة بعيدة تتمشي لعند حجي، حجي مراوغة ديال حجي ولكن كان في وسط ثلاثة ديال اللاعبين، تضيع منه الكرة، الكرة في الجهة اليسرى خصهم يحتطوا من التميرات الخطيرة. النيبت هو اللي تنقذ الموقف ولكن كان أحد اللاعبين الزامبيين بوحدو مور النيبت، خاص تكون هناك تغطية، تيخاص تغطية بحيث أنه الكرة لو أنها كانت عالية على النيبت كتكون صعيبة. حوالي 25 دقيقة تتمر على أو 25 دقيقة بقى على نهاية هذه المقابلة، 25 دقيقة تصلنا على نهاية اللقاء. كرة في اتجاه الشاوش إنما الكرة خرجت لفائدة المنتخب ديال زامبيا. طاهر، طاهر ضربة خطأ لفائدة الطاهر اللي حاول بكل هدوء انه ياخذ الكرة ويدخل بين جوج ديال اللاعبين يبحث عن الخطأ، لانه خصو يهدئ اللعب، لانه خص اللاعبين يسترجعوا الانفاس ديالهم، لان المجهود اللي بذلوه هذه منذ انطلاق الجولة الثانية مجهود كبير. مع ما تنظنش بانه الكائن البشري انه بامكانه يمشي بهذا الريتم لمدة طويلة. تمير ايضا طويله تتمشي عند اللاعبين، تتمشي عند كالوشا تضيع منه، مشات لعند الحداوي، الحداوي الغريسي مشى بالجهه اليسرى، تميره جميله لعند الغريسي، الغريسي شنو غادي يعمل؟ اتجاه الشاوش بالفعل تمرت كي الشاوش، الله
كرة جميلة شاوش جابها من موراه بحيث أنه ما جات شيء في خط موازي. غادي نتابعوا جميع الإعادة وكيفاش شاوش كان مورا اللاعب. نتابعوا جميع الإعادة تمريرة في اتجاه الغريسي. الغريسي تمرر شاوش كان في الجهة اليمنى وسباق اللاعب، إنما في الوقت اللي ضرب الكرة كانت من موراه. الشيء كان صعيب عليه أنه باش يجيبها، بحيث انه لو ان الكره كانت يعني جايه في خط موازي لعند الشاوش كان بامكانه يسجل. لاحظوا غنتابعوا جميع هانتها التمريره، لاحظوا شوف كيفاش تمرت الكره، انها مشى جابها من الخلف جات من وراه وكان صعيب عليه لانه يحسب الكره. الحارس جيمس فيري بغى يغير الكره من محض الاراده ديالو، ولكن الحكم تدخل وتقرر مواصله اللعب. كره في الشرط لفائده المنتخب ديال زامبيا. تنفذ الشرط، تمشي الان عند رقم 14 اللي دخل خلال الشوط الثاني. دائما الكره خصهم يحتاطوا من مباصيله لاعب خطير. تميره خصهم يحتاطوا من الاخطاء اللي يمكن ترتكب تتقذف الكره. من حسن حظنا انه تقذفات الكره، لانه كانوا جوج ديال اللاعبين في الجهه اليسرى عندهم الكره بوحدهم، احد اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي سقط. الحداوي خصو يخرج الكره، ما شافوه شيء بلتي حتى ضربه خطا. الحداوي شنو غادي يعمل؟ باقي محافظ على الكره ديالو، تمشات له حاول يسترجعها، ولكن اللاعب اللي سقط اظن مع الحجي ولا بل الحضروي. الحداوي كان بامكانه يخرج الكره، احد اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي سقط، ولكن ما خرجوش اي الكره. يخلقوا متاعب للمدافعين. مصباحي تيحاول ياخذ الكره، الحضروي ما قادرش يوقف على رجله، مع ذلك تيمشي الكره. عزمي بل خلى الكرة وصلت لعنده بكل هدوء. إذن أخيرا تضطر عزمي باش يخرج الكرة، يخلي فرصة للطبيب ديال الفريق سي خالد حسون باش يدخل يعطي العلاجات للاعب الحضروي. كان غيوقع تغيير إلا شاهدتوا بأنه كان هناك أمامكم مصطفى خليف رقم 16، إنما ما عرفتش واش غادي السي بليندا ما بغاش يبدل حتى يشوف شنو كاين، واش الحضروي قادر يواصل المقابلة أو لا. إذا الحضروي غادي يواصل المقابلة. ومباشرة أبرامي كالظل ديال كالو شابواليا. اللاعبين ديال زامبيا بكل روح رياضية سلموا الكرة عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن في وضعية صعبة بحيث أنه كاين اللي تيبغي يسلم الكرة، ولكن هادو سلموا الكرة غير ديال الكرة ديال المخاطر. غادي يوقع تغيير الآن، تنشوف رقم 8 الغريسي تيخرج. يمكن الجمهور ما راضيش على الخروج ديال الغريسي، ولكن اظن بانه الغريسي ادى الواجب، سجل لحد الساعه هدف. تيخرج تحت التصفيق ديال الجمهور، ولكن تيدخل مصطفى خليف لاعب ديال وسط الميدان كما هو مبين امامكم. خروج رقم 8 ودخول رقم 16 مصطفى خليف لاعب وسط الميدان، وطبعا تيخص تعزيز ديال وسط الميدان. محاوله الان لفائده المنتخب ديال زامبيا، تدخل جميل ديال الطاهر، انما الكره عند لاعبين ديال زامبيا خصهم يحتاطوا. تتدخل اخيرا المصباحي هو اللي تيبعد الكره. خطير اللاعبين ديال زامبيا ما خصهمش ياخذوا الكره. خليف في صراع الكره، دائما الكره خطيره. واخيرا اللي تنقذ الموقف هو النيبت ابرامي لعند خليف ما خصوش يتباطئ شي شويه، حاول يهدئ اللعب. ابرامي تضيع منه الكره، تمشي عند اللاعبين ديال زامبيا. كانت كره سهله ولات صعيبه علينا، عند مباصيلة تيتدخل الحضري هو اللي تيبعد الكره. تيدخل هذه المره الشاوش اللي اصبح ايضا من اللاعبين المدافعين. الكرات خصهم يحتاطوا من لعب التمريرات القصيره ديال اللاعبين ديال زامبيا. شوفوا كيفاش يمروا الكرات، ما كاينش اي شروط. تمريره خطيره، اخيرا المصباحي هو اللي تيبعد الكره. اكيد ان مثل هذه الكرات غادي يكونوا، غير انما نتمنوا انهم يمروا بسلام، لان ما تنظنش بان المنتخب ديال زامبيا ما غيمكن له شيء يضيع حتى شي فرصه، ولكن نتمنوا على انه هذه المحاولات كلها تمر بسلام. الان الشرط، تمريره طويله عند من ضربه راسيه
تمشي لعند من عند حجيلة اخر مراوغات جميلة النيبت والتي بعد الكرة كاين ضغط الان لفائدة زامبيا شروط اخيرا تتحسب الامر بشروط شروط ولكن الحكم ديال الشرط ما شاف والو بالحكم ديال الوسط ما شاف والو في الوقت اللي الحكم ديال الشرط كان رافع الرايه ديالو ان من حسن الحظ ان الكره مشات في اتجاه احد لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي ولكن دائما الكره عند الزامبيين دائما الكره خطيره دائما ضغط كبير كبير فرضوا اللاعبين ديال زامبيا اخيرا تتمشي الكره بعيده تضيع على الدودي المصباحي الدودي الوسط الان لاعبين ديال زامبيا لاعبين الكل الحداوي اللي عند من اللي عند حجي تميرة جميلة عند الشاوش قذف ضيع كل شيء ضيع القذفة وضيع كل شيء تميرة جميلة اعطاه اللاعب حجي اعطاه كرة باش يريح كل شيء من هذا من الصعوبة ديال هذه المراحل اللي تنعيشوا الان من اصعب المقابلات اللي شت شروط في الوقت نشوفوا راية تهزات إلا ويمكننا نلتقطوا الأنفاس النيبت هو اللي غيقذف النيبت قذفة بعيدة ديال النيبت تتمشي لعند من لعند مصطفى خليف تميرة لعند حجي في الجهة اليمنى واش غيوصل الكرة بالفعل عند حجي مضايق من طرف جوج ديال اللاعبين حجي تيقلب على سناد اللي عاونو تيتخلص منهم بوحدو حجي تميرة لعند طاهر مراوغة ديال طاهر ضايق واحد اللاعبين ولكن ما عرفتش نعمل الحكام لا واصل المقابلة بالفعل حكم دي رمضة ما تيمكنلوش يمر الكره اللي فيها الشك ما كاينش الشروط عند حجي ما وصلش الكره كان عليه ما وصلش الكره حجي ولكن من اعتقادي بانه اللي مشى الكره هو اللاعب ديال زامبيا اذا الحارس ما كانش خصو يقبض الكره بيديه ابرامي مصباحي الحداوي تيرجع الكره مضطر لعند الحارس عزمي تيبعاد الكره في اتجاه المدافع الاوسط مصطفى خليف تيرجع الكره للوسط خصهم يسبقوا الكره ما يبقاش يتفرجوا فيها مصطفى خليف الحداوي عطى الكره للاعبين ديال زامبيا الحداوي شاد الكواري الحداوي مثل هذه الكرات ما تتعطاوش هذه الكرات هادو في اصعب مقابله انسان يعطي كره بهذا الشكل هذا وقلب الحضروي على انذار هذا هو من الانذارات الجميلين ديال المقابله لانه فضل ياخذ انذار على انه يخلي لاعب يمشي بالكره ضربه خطا لفائده المنتخب ديال زامبيا وغنبقاو نعيشوا دائما على في المخيله ان التمريره الخاطئه كانت كره ديالنا سهله انما التميره كانت خاطئه ديال الحداوي اللي تسبت في ضربه خطا مورا كالوشا بواليا الحارس عزمي تيوضع الحائط امامه الحضروي انذار كالوشا بواليا خصهم يحتاطوا من كالوشا بواليا تيقذف وتيمرر يعني عنده خصهم يحتاطوا ما نعرفوش شنو غادي يعمل كالوشا بواليا واش غيقذف مباشره خصهم يحتاطوا تتقذف تضرب في الحائط ضربه راسيه من حسن الحظ انها مشات شويه على المرمى ما مشاتش بعيد هذه الكره هذه الا كان بامكان نشاهدوا الاعاده مادام ان الكره ما تقذفتش هي الا كان بامكاننا بسرعه الا ما كاين شيء نواصلوا اللقاء اذا تنفذت 5 متر و50 تمشي الكره عند المدافع اللي كملها للحارس الحارس تيضطر يمر الكره للجهه اليسرى عند المدافع ليتانا تقذف الكره ابرامي سبق الكره في اتجاه من خطا لفائده الطاهر بل الحكم ما صفرش على ضربه خطا طلب منهم باش يواصلوا المقابله والكره تخرج الشرط لفائده المنتخب الوطني هذه الاعاده بسرعه ضربه راسيه نشوف ما مشاتش بعيد بحال الكره تيكون صعاب هجوم لفائده المنتخب ديال زامبيا طاهر انما مشات في اتجاه من
واش تخرج كرة بالفعل تتخرج، تخلي اللاعبين يتنفسوا شي شوية يسترجعوا الأنفاس ديالهم. حضروي حوالي 15 أو 14 دقيقة مراوغة خطأ، لا الحكم ما تعتبرش هادشي ضربات أخطاء. حضروي داودي مشات الكرة عند الزابيين، تميرة بعيدة، طاهر مشى على الكرة، مشى ليها الآن أحد لاعبين تميرة في الجهة اليسرى عند مباصيلة، خطير جدا. تتبان لي الخطورة ديال مباصيلة أكثر من الخطورة ديال كالوشا. مصطفى خالف تميراف عند الشاوش، انما استرجع الكره احد اللاعبين. كاين هناك الان تيمان بحال اللاعبين ديال زامبيا باغيين يلعبوا الكل الكل، الكره في الجهه اليسرى وتعتمدوا على التمريرات العاليه. كره عاليه، الحارس بالفعل الحارس عزمي تلتقط الكره. هدفة بعيدة في اتجاه حجي، مشى المدافع يكمل الكرة، بالفعل تيكمل الكرة للحارس جيمس فيري. مصطفى خالف شو غيعمل؟ رفع الكرة بطريقة جميلة هاك للحارس، هذا منه لمس الكرة. طريقة جميلة ديال اللاعب خالف، لاحظوا شاف الحارس خارج كان خاصها ترفع عليه شي شويه، اظن بانه الحارس لمس الكره شويه بيدي. خالف بطريقه ديال اللاعبين الكبار تيقذف الكره، الحارس لمس الكره بيدو واضحه بالعين المجرده، واضحه كره عند اللاعبين ديال زامبيا في الجهه اليسرى، مشات في الجهه اليسرى ما خرجات، مشى المصباح الى الكره. اخيرا تدخل نيبت ولا تيحاول ينقذ الموقف. الحكم ديال الشوط اعلن على الشروط، انما الحكم ديال الوسط خلى المقابله تواصل الحداوي، وتتخرج الكره او تخرج الكره باللاعب ديال زامبيا هو اللي تخرج الكره. اذا الشرط لفائده المنتخب الوطني المغربي، غادي يخرج الشاوش واللي غادي يدخل اظن فرتوت هو اللي غيدخل. فرتوت رجل المهمات الصعبة، والمهمة ديالو الآن هو يخلصنا ويعطينا هدف ديال الخلاص. مراوغة جميلة ديال مصطفى خالف، تمريرة لعند من؟ عند حجي، إنما مشات الكرة عند المدافعين، مشات الكرة للوسط، خصهم يحتاطوا ما خصهمش يخلوهم يلعبوا الكرة نهائيا. مشات عند رقم 17 الآن جويل بواليا النيبات، تفسير على الكرة مع مباصيلة، ما كانش هناك خطأ. مباصيلة رجل خطير، لا دائما الكرة خطيرة جدا، ضربة رأسية ديال الملمى ديال تشي واحد. يلا الداودي اللي مشى الكرة، إنما دائما الكرة عند ديال زامبيا تدخل أخيرا. تمريرة في اتجاه حجي ضربات فيه الكرة، مشات عند الحارس. أي على كرة دازت أمام المرمى ديال عزمي، من أصعب الكرات. مباصيلة تدخل الحضروي هو اللي تيبعد الكرة، مشات لمن؟ عند المصباحي ما خرجت شي الكرة لحد الساعة، ولكن اللاعبين ديالنا بدات عياب، حسيت بهم بأنهم وقفوا الكرة عند من؟ عند جويل بواليا. قطفة شرود تنترحموا شوية من تتهز هاد الدراية، بحيث أنها تتريح شي شوية هاد الدراية. أما باقي الكرات فهو صعاب، إلا كان بإمكان كريم نشاهدوا الكرة كيفاش مرت أمام المرمى، إلا كان بإمكان مادام أنه مجموعة من اللاعبين، لأنه كرة في الحقيقة تيخص، إلا ما كانش معنا الحظ في تسجيل جوج ديال الأهداف في الشوط الأول، خص يكون معنا شوية الحظ باش أننا ما ندخلوش كرة بهذا الشكل، لأنه مقابلة يعني الشوط الثاني اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي داروا كل شيء، قدموا داروا الفرجة، بالرغم أنه الله يحسن العوان مقابلة بهذا الشكل صعيبة جدا، أنه الإنسان الثقل ديالها صعيب الثقل ديال المقابلة. إذا تنشاهدوا تنتظروا دائما إلا كان بإمكان تهيئ لنا الاعاده ديال هذه الكره، بحيث انه يعني ضربات اظن بدون شك انها ضربات في شي احد اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. غادي يوقع تغيير الان،
غادي يخرج رقم 16 اللي هو كينيت ماليتولي اللي تلعب في البطولة ديال تونس. وتيدخل شالومبا رقم 8 بل رقم 9 أظن هو اللي دخل. فإلا كاين اللي دخل هو رقم 9. هذه محاولة لكن يرفع الكرة بزاف، فرصة وتيحات للاعب حجي يحاول يدير اللي عليه، يحاول يرفع الكرة ولكن تتخون ذاك اللمسة الأخرانية خانته. فأظن ما بقى شيء، باقي حوالي 7 أو 8 ديال الدقائق، 7 ديال الدقائق يمكن نقول بأنه. تلاحظوا الآن الإعادة، ضربة رأسية ديال فرتوت كيفاش دوز الكرة، فرصة كانت جميلة 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 جدا، وإنما ذاك اللمسة مشات الكرة بعيد. نيبت ضربات الكرة في اللاعبين ديال زامبيا، ضربات الكرة في الدو، ضربات الكرة في الدو، إذا ضربت خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. 5 أو 6 ديال الدقائق، 6 ديال الدقائق على نهاية اللقاء. أصعب اللحظات تنعيش الآن، أصعب اللحظات ديال هذه المقابلة. تمريرة بعيدة حجي مشات لعند الداودي، الداودي مراوغة ديال الداودي، إنما رفع الكرة لعند كوك، تمريرة ضائعة طار حاول يسترجع الكرة. مباصلة خطير خطير جدا، أخطر ما كاين هو هذا المباصلة، مباصلة هو أخطر، تيجيني أخطر من 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 كالوشا بوالياب على 100,000 مرة. مباصلة أخطر لاعب في الصفوف ديال الفريق ديال 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 زامبيا. إلا كان كالوشا تيسير لعب، فمباصلة رجل تيمكن له يلعب بوحدو، خصهم يحتاطوا الكرة الدائرية ديال 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 كالوشا بواليا، خصهم يحتاطوا الكرة الدائرية. عزمي 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 بالفعل، عزمي خذا الكرة ديالو، خذا الكرة ديالو عزمي بكل هدوء. 5 ديال الدقائق غدوز كأنها 5 سنين. قدفة بعيدة تتمشي عند المدافعين، ما خرجتش الكرة. المصباحي تيحاول يدخل وبالفعل ترتامي على الكرة وتيبعدها للشرط، الشرط لفائدة المنتخب ديال زامبيا. ما نخفيش عليكم بأنه العينين ديالي متجهين نحو الساعة أكثر من اللي متجهين للكرة. ضربة رأسية الطاهر واللي تيبعد الكرة تتمشي لعند الحداوي، الحداوي قدفة بعيدة ديال الحداوي، ما مشات شي لعند اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، مشات عند اللاعبين ديال زامبيا. تضرب الكرة من فرتوت، تترجع للوسط، تيولاو تيعتمدوا على تمرير الكرة الصغيرة نحو منطقة العمليات. خصو يمشيو، ما خصهمش يخليوهم يمشيو، يهبطوا بالكرة، تمريرة طويلة لعند مباصلة تيلعبوا عليه كثير. لا أخطر ما كاين هو مباصلة، خرجت له الكرة، الحكام تيقول ضربة زاوية. الضربة الزاوية في هذه اللحظات صعيبة، وصعيبة بزاف، صعيبين هاد الكرات، صعيبين. اللي تيتفرج خصو يغمض عينيه. كرة دائرية، ضربة ديال الحداوي تيرجع الكرة، خصهم يطلعوا بسرعة، خصهم يطلعوا بسرعة، خصهم يطلعوا. إنما النيبت ما بغاش يطلع لأنه تيخاف، الطاهر ما تمكنش باش يمشي للكرة. ما كاينش اي، ما كاينش خطا، لا ما كاينش خطا، لا 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 لا، ما يمكنش تصفر ضربه جزاء في هذا الظرف بهذه الطريقه، لان مجرد بانه لاعب بغى يبحث على ضربه جزاء. لا ما كاينش اي، ما عندهم ماشي باش يمشيو عند الحكم نهائيا. كانت يبحث على ضربه جزاء، كانت هناك مضايقه، ولكن ضربه الجزاء يمكن تصفروا في اماكن اخرى من غير مقابلات بهذا الحجم، ومن غير حكام مثل حكم ديرامبا، لانه كل شيء يمشي وينساق امام امام المحاولات ديال اللاعبين ديال زامبيا. مصطفى الحداوي، الحداوي تميره بعيده، انما حاول يحصر، خصو يحاول يحصر الكره لانه ما خصوش يسلمها للاعبين ديال زامبيا. قدفه بعيده، ضربه راسيه، النيبت، النيبت بكل هدوء عند الحارس عزمي. 3 ديال الدقائق على نهاية المقابلة، كرة مرة أخرى في الشرط، الحضروي
الحضري ولا عند مصطفى خالف يمشي لعند ابرامي في الجهه اليمنى لانه كاين اتصال بحدو على الوقت يمشي فرتوت يطلب الدور وكره خاص فرتوت يطلب الكره بالفعل مشات لعند فرتوت يحافظ عليها يبحث على ضربه خطا لعند من عند ابرامي ابرامي تيمر الكره انما مشات من عند من عند خالف خرجت له الكره خرجت الكرة خالف خصهم يحافظوا على الكرة يبحثوا على ضربات الأخطاء يبحثوا يحاولوا ياخذوا الكرة ما أمكن حوالي جوج ديال الدقائق غاية تنفذ الشرط فرتوت خلق متاعيب تنفذ الشرط لعند المدافع الأيسر ليتانا تمرة طويلة ديال ليتانا لعند من عند المصباحي المصباحي تيرجع الكرة حدا ويرفع كرة عالية فرتوت بالراس الى مشات الكره في اتجاه حجي مشات الكره عند المدافع الايمن تشوغو تشوغو ما تمكنش على الحضري تضيع منه الكره شكون هذا مباصي لا اخيرا النيبت هو اللي قد الموقف النيبت لعند من لعند الحداوي الحداوي عند النيبت النيبت يرفع كره جميله انما ما مشاتش في اتجاه الداودي المدافع الاوسط تيضطر يرجع للحارس الحارس يرجع الكره او تيرمي بالكره للجهه اليسرى عند هاريسون شوغو هاريسون شوغو تنتظروا الصفارة ديال الحكام مصطفى خليف ولاسترجع الكرة والحكم تعلن على ضربة خطأ لفائدات المنتخب ديال زامبيا تنظر بأنه الوقت انتهى الوقت انتهى الحكم خصو يرحمنا ويعلن على نهاية هذه المقابلة الحكم السيد ديرامبا الكل تينتظر الصفارة ديال الحكم تنفذت ضربة خطا تيجي مصطفى وتيبعد الكرة اللعبة ديال الناحية وصحيح انهم عياو وقفوا تينتظروا فقط الحكم يصفر تينتظروا الحكم يصفر تينتظروا الحكم يصفر كرة طويلة في اتجاه المصباحي المصباحي خدا الكرة في الشرط الشرط لفائدات المنتخب ديال زامبيا تنتظروا الحكم يصفر تنتظروا الحكم يصفر العيون ديالنا دائما على الحكم سيد ديرامبا تنفذ الشرط دائما الكره عند الزامبي غيحاولوا يرفعوا الكره تدخل جميل فرتوت فرتوت قائم ايضا بدوره الحكم خصو على نهايه المقابله لان الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى فرتوت تدخل جميل فرتوت وخذ الكره هجوم مضاد لفائده المنتخب الوطني يمر الكره في اتجاه حجي بوحدو في الجهه اليسرى حجي بوحدو حجي بوحدو في الجهه اليسرى ما عرفتش علاش هذه الكره تعتبر الطريقه اللي هي صعيبه وكان حجي بوحدو في الجهه اليسرى الحكم تيشوف الساعه ديالو الحكم تيشوف الساعه لكن باقي ما بغاش يعلن على نهايه المقابله هو الوقت هو اللي عنده التوقيت تمريره طويله تتمشي للشرط الشرط لفائدات المنتخب الوطني المغربي اللحظات الاخيره ما بقاش على نهايه المقابله راه كاين غير الا كاين شي وقت ضائع تيحتسبوا الحكم ابرامي ابرامي هو اللي تيساعد باش ينفذ الشرط كان هناك خطا الحكم ما اعلنش عليه مشات الكره عند فرتوت الكره عند اللاعبين ديال زامبيا الوقت القانوني انتهى الوقت القانوني انتهى تمريره طويله الحضري ويرجع الكره بالراس عند الحداوي الحداوي تيبعدها بعيد تتمشي في اتجاه الحارس ما غيمتمكن لا بالفعل هو اللي تمكن منها تساعد الحكم تيساعد الحكم ما عرفناش شنو يعمل الحكم الحضري ويبعد الكره الشرط اللعابه وقفوا عياو الله يحسن الاحوال الحكم خاصو على نهايه المقابله خاص نهاية ديال المقابلة خاص نهاية المقابلة الحكم ديال الشرط ما عرفتش شنو شار للحكم واش قال له بأنه باقي الوقت أم حسن الوقت الضائع تنفذ الشرط تمشي عند الطاهر الطاهر تيبعد الكرة مرة أخرى مشات للشرط اللقاء انتهى أظن اللقاء انتهى ما عرفتش الحكم علاش يعذبنا وتيعذب تيعذب كل شيء معاه على ود مثل هاد الكرات نهاية المقابلة وتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم هنيئا للمنتخب الوطني المغربي هنيئا انتصار كان مقنع ومقنع جدا